أوباما يؤكد أن الخيار العسكري ضد الأسد قائم، ودمشق تؤكد التزامها بالقرارات الدولية حول الكيميائي. باريس تستضيف اجتماعا أمريكيا بريطانيا حول سوريا بعد ساعات للتحضير لمؤتمر جنيف. أكثر من 140 قتيلا حصيلة تفجيرات الأحد في العراق، والانفلات الأمني سيد الموقف. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة المجد نحييكم، وهذه نشرة الأخبار. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن ضربة عسكرية ضد دمشق إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إزالة الأسلحة الكيميائية السورية. وخلال مقابلة تلفزيونية دافع أوباما عن طريقة تعامله مع الأزمة السورية قائلا إن الخطوات التي اتخذها دفعت الرئيس السوري بشار الأسد إلى الاعتراف بامتلاكه أسلحة كيميائية وقبوله التخلي عنها. في الأثناء رحب أوباما بالدور الدبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي دفع نظام الأسد إلى الموافقة على تفكيك أسلحته الكيميائية، إلا أنه رفض التصريحات التي حمل فيها بوتين المعارضة السورية مسؤولية استخدام السلاح الكيميائي في سوريا الشهر الماضي. وفي إسرائيل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن النظام السوري سيكشف خلال أسبوع عن مواقع أسلحته الكيميائية بغية التخلص منها طبقا لاتفاق جنيف. وخلال مؤتمر صحفي بالأراضي المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار كيري إلى أن استخدام القوة ضد النظام السوري لا يزال قائما رغم توقيع اتفاق جنيف. من جانبه شدد نتنياهو على أن يكون التهديد باستخدام القوة مقرونا بالجهود الدبلوماسية للتخلص من أسلحة النظام السوري الكيميائية. التهديد باستخدام القوة لا يزال قائما، وعلى نظام الأسد أن يفهم أن الرئيس أوباما والولايات المتحدة ملتزمان بنزع أسلحة النظام السوري الكيميائية في أسرع وقت ممكن. وأؤكد أن اتفاق جنيف مجرد إطار عمل وليس اتفاقية، وإنما هدفه نزع أسلحة النظام السوري الكيميائية. أعلنت باريس أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سيستقبل الاثنين وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والبريطاني ويليام هيغ ليبحث معهما الملف السوري، وذلك قبل لقاء نظيرهما الفرنسي لوران فابيوس. في الأثناء قال فابيوس إن الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن سوريا يعد تقدما مهما، لكنه ليس إلا خطوة أولى حسب تعبيره. وإثر لقائه نظيره الصيني وانغ بي في بكين، أضاف فابيوس أن اتفاق جنيف وضع أسس اتفاق يجب أن تتم ترجمتها ضمن قرار أممي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك عقوبات من مجلس الأمن على دمشق حال عدم التزامها بنصوص هذا الاتفاق. أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن بلاده ستلتزم بالخطة الروسية الأمريكية لإزالة أسلحتها الكيميائية، كما ستلتزم بالقرارات التي تصدرها الأمم المتحدة في ذلك الشأن. وفي تصريحات لقناة تلفزيونية بريطانية، أشار الزعبي إلى أن حكومة دمشق بدأت في إعداد لائحة بهذه الأسلحة للتخلص منها وفقا لقوانين الأمم المتحدة. في المقابل، وكانت دمشق رحبت بالاتفاق الأمريكي الروسي حول تفكيك أسلحتها الكيميائية، وقال وزير المصالحة الوطنية السورية علي حيدر إن الاتفاق الذي أبرم السبت في جنيف أدى إلى تجنب الحرب، مشيرا إلى أنه يساعد السوريين على الخروج من الأزمة الراهنة. وعد حيدر الاتفاق انتصارا لسوريا على حد تعبيره، مرجعا هذا الانتصار إلى جهود الحكومة الروسية. رحب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالاتفاق الروسي الأمريكي بشأن الأسلحة الكيميائية السورية، داعيا الأطراف إلى توفير الظروف لإنجاح الاتفاق والمضي في التسوية السياسية.
وفي بيان له دعا العربي الأطراف كافة إلى القيام بدورها عبر مجلس الأمن لتأمين وقف إطلاق نار شامل على الأراضي السورية بغية إنجاح هذا الاتفاق وتهيئة أفضل الظروف لتوفير المساعدات الإنسانية والطبية الضرورية للشعب السوري وللذهاب إلى المفاوضات في جنيف لتحقيق التسوية السلمية للأزمة السورية. قالت الشبكة السورية إن حصيلة قتلى أعمال العنف والاشتباكات التي شهدتها أنحاء المدن الثائرة ارتفعت إلى أكثر من 80 شخصا سقط معظمهم في دمشق وريفها ودرعا. وقال ناشطون إن الطيران الحربي شن غارات جوية على الغوطة الشرقية بريف دمشق وذلك تزامنا مع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات الأسد على طريق مطار دمشق الدولي. وفي حمص قصفت المدفعية الثقيلة الأبنية السكنية بمدينة الحولة ما خلف قتلى وجرحى. ويأتي هذا فيما نفذت قوات الأمن حملات دهم واعتقال ببلدة حلفاية بريف حماة. لا حلحلة للأزمة في سوريا ما دامت الطائرات تقصف والدبابات تقذف، فلا تزال المدن الثائرة ترزح تحت وطأة قصف مدفعي وجوي تتصاعد وتيرته وتتسع رقعته يوما تلو الآخر. يقول الناشطون إن حجم الدمار في منازل وممتلكات المدنيين لا يقل عن الخسائر في الأرواح، وذلك في كل من أحياء برزة والحجر الأسود والعسالي والتضامن وبقية الأحياء الجنوبية في دمشق. وبسياسة القصف من بعيد لا يزال النظام يتعامل مع بلدات ريف دمشق التي تتعرض لغارات جوية مكثفة بحسب الناشطين الذين قالوا إن قوات النظام شنت قصفا بصواريخ أرض أرض على المعظمية ودارية في ريف دمشق الغربي ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين. في المقابل أعلن الجيش الحر سيطرته على كتيبة الشلكة في بلدة دير سلمان في الغوطة الشرقية بعد اشتباكات مع قوات النظام المتمركزة بداخلها. لا استثناءات لدى النظام في قصفه على الأحياء الحمصية، هكذا قالت تنسيقية الثورة التي أفادت بتعرض حي الوعر والبساتين المحيطة بالحي إلى قصف بقذائف الهون والمدفعية ما تسبب في اندلاع حريق كبير في الأبنية السكنية. أما درعا فقد زارتها طائرات النظام التي قامت بقصف السهول الواقعة بين طفص واليادودة، كذلك تعرضت بلدة المزيريب إلى قصف بالهاون ما أسقط قتلى وجرحى بحسب الناشطين. استهداف المنازل استمر في أحياء الحميدية والموظفين والبوكمال بدير الزور. وفي إدلب لم يتغير الحال، فالناشطون تحدثوا عن قصف على جبل الزاوية الذي يأوي عشرات العائلات النازحة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من سوريا مراسلنا منهل الحريري. منهل، ما جديد المشهد لديك اليوم على الصعيد الميداني؟ نعم جمال، اليوم كما جاء في التقرير الغارات الجوية لم تتوقف على المدن السورية، القصف ايضا ما زال مستمر خصوصا حول مدينة معلولة، والاشتباكات لا تزال حتى هذه الساعة جمال في مدينة معلولة في محاولة من الجيش الأسد لدخولها من عدة جهات لانه باء بالفشل حتى هذه اللحظة. اليوم كان هناك استهداف لمبنى البريد ومدينة المعظمية في دمشق، وهناك ايضا محاولات لدخول حي تشرين، بالاضافة الى ان حي برز اليوم كان شهد اشتباكات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. هناك عدة طائرات اليوم سقطت، اكثر من طائرتين سقطت برشاشات الجيش الحر، بعضها في حلب وكذلك ايضا في مدينة في العاصمة دمشق في ريف دمشق حيث الغوطة الشرقية. اليوم تم ايضا كذلك زمام قطع الكهرباء عن مدينة حماة وريف حماة كذلك عدة ساعات، وبعض المناطق لا تزال مقطوعة حتى هذه اللحظة في محاولة من جيش أسد لدخول المنطقة إلى الداخل. هناك محاولات لتصليح الكهرباء إلا أنهم كانوا يستهدفوا من قبل القناصة. الجبهة الجنوبية جمال
لا تزال أيضا مشتعلة حتى هذه اللحظة في الريف الغربي من مدينة درعا. هناك محاولات لدخول الكتيبة الموجودة في الشيخ سعد بجوار مدينة نوى، ثاني مدن الجنوب السوري أو الريف السوري بعد مدينة درعا. هناك محاولات أيضا في مدينة المزاريب وكذلك اليدودة، بالإضافة إلى مدن وادي اليرموك المحاذي للحدود السورية. عاصمة الثورة اليوم حمص أيضا كانت تستهدف في بعض المناطق وبعض الأحياء منها حتى هذه اللحظات، بالإضافة إلى أن جمال ارتفع عدد الشهداء هذا اليوم والقتلى هذا اليوم إلى 79 شهيدا حتى هذه اللحظة. شكرا لك منهل الحريري مراسلنا من سوريا. سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان قدوم أكثر من 14 ألف لاجئ سوري جديد إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي. وأوضح تقرير للمفوضية الأحد أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان ارتفع إلى 739 ألفا يتوزعون على أربع مناطق في شمال البلاد والبقاع شرقا والعاصمة بيروت وفي بعض مناطق الجنوب. من جهتها تطالب حكومة بيروت المنظمات الدولية بتقديم العون لها لمساعدة اللاجئين السوريين على أراضيها والذين وصل عددهم إلى نحو 1,200,000 لاجئ. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أزمة الوقود تتصاعد في قطاع غزة وتلقي بظلالها على مناحي الحياة. ارتفعت حصيلة قتل التفجيرات التي ضربت مناطق عدة في جنوبي العراق إلى أكثر من 40 شخصا وأكثر من 100 مصاب آخرين. في هذه الأثناء نجا محافظ بغداد من محاولة اغتيال إثر تفجير استهدف موكبه شمالي العاصمة. لا تزال حالة الانفلات الأمني تسيطر بقوة على المشهد العراقي، فلا يكاد يمر يوم إلا ويسقط قتلى وجرحى نتيجة لأعمال العنف. فمع بزوغ شمس يوم الأحد هزت سلسلة تفجيرات مناطق عدة في جنوبي العراق، كان أعنفها في محافظة بابل، إذ انفجرت أربع سيارات ملغومة استهدفت محطة للحافلات وأحد مقار المجالس المحلية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وفي محافظة البصرة ذات الهدوء النسبي انفجرت سيارة ملغومة في سوق البيضان الواقع شمالي المدينة أثناء اكتظاظه بالمواطنين، الأمر الذي أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة. نوع الانفجار انفجار إرهابي في سيارة مفخخة أدت إلى استشهاد شخصين وإلى جرحى في الحصيلة الأولية للجرحى هي 11 جريح. الحمد لله الجروح إن شاء الله 10 منهم جروحهم إن شاء الله بسيطة، والانفجار أدى كذلك إلى احتراق أربع سيارات وإلى تدمير بعض المحلات. ولا نزال في الجنوب حيث شهدت كربلاء سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر تفجير في منطقة الحي الصناعي، كما تعرض كذلك وسط المدينة لانفجار سيارتين ملغومتين. انفجار قرب مطعم وبشواق حي صناعي، حي صناعي كربلاء الساعة تقريبا 8. أما في محافظة واسط فقد انفجرت ثلاث سيارات ملغومة وعبوتين ناسفتين، وكان أبرز هذه الهجمات تفجير استهدف مجلس عزاء ما أدى لسقوط عدد من الضحايا. ويبدو أن كلمة السر في تنفيذ هجمات الأحد كانت السيارات الملغومة، ففي الناصرية وقع انفجاران استهدف أحدهما المرآب القديم وسط المدينة، بينما استهدف الآخر مستشفى الحبوب العام. وبالابتعاد عن الجنوب والتوجه نحو قلب بلاد الرافدين لم تسلم العاصمة هي الأخرى من أعمال العنف، حيث نجا رئيس مجلس المحافظة رياض العضاد من محاولة اغتيال بتفجير سيارة ملغومة استهدفت موكبه بشارع المغرب، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من حراسه الشخصيين وأيضا من المدنيين. صار انفجار بتقاطع مواد كسرة
على السيارات المدنية وعلى البيوت الجامدة والعالم تكسر. من جديد تتزايد وتيرة العنف والهجمات بالعراق، بينما تقف حكومة نور المالكي عاجزة عن وضع حلول رادعة أو خطة عمل مقنعة نظرا لانشغالها بالسياسة على حساب الأمن. وبالتزامن مع تفاقم مشكلة الأمن بالعراق، يعاني المواطنون من أزمة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي تدهور مستوى التعليم الناتج عن ضعف الخدمات في المدارس والموروثة من الاحتلال الأمريكي. قال لك مو حلو الله الله يهجم بيته، وقال لك مو حلو الله الله يهجم بيته، يا والهبيل وعاش مجبور. كلمات نابعة من قلب وعقل طفل عراقي تعكس ما آلت إليه أوضاع التعليم في بلاد الرافدين بعد الاحتلال الأمريكي، فالمؤسسات التعليمية معدومة الإمكانيات، أما الخدمات فحالها يرثى لها. فهذه مدرسة من طين ولا ريب أسسها بعض الأثرياء في محافظة صلاح الدين، بمجرد أن تقع عينك عليها تستعيد فورا روايات وقصص القرون الوسطى. المدرسة خاوية على عروشها سوى من جدران من الطين المعرض في أي لحظة للانهيار، لكن ما باليد حيلة. هكذا يردد العراقيون الذين أجبروا على إرسال فلذات أكبادهم لهذه المدارس لتلقي التعليم، كي لا يفوتهم قطار التقدم ومواكبة تطورات القرن الحادي والعشرين. حالة المادية تعبانة، أنه ما يتنازل عن تربية أطفاله وتعليمه. الأساس من ذلك أنه يعتبرهم هو هذه القضية الوطنية المهمة بالبلد حتى يديه. وعلى الرغم من إقامة بعض المدارس النموذجية في جنوب البلاد والتي لاقت إشادة من منظمة اليونيسيف الدولية، إلا أنها لم تمنع سهام النقد من أن تنهمر على حكومة المالكي بعد أن بلغ عدد الأميين في البلاد 6 ملايين شخص وفقا لتقرير محلي رسمي. إذن فالعراق يعاني الأزمة بكل معانيها، تارة انفلات أمني، وتارة أخرى تدن تعليمي. وعندما يعاني شعب في الحصول على نعمتي الأمن والمعرفة يصبح بلا هوية أو حتى بلا مستقبل، ولعل تلك النتيجة كانت المقصد الرئيس للغزو الذي قاده الأمريكان. جددت مجموعة من المستوطنين اليهود اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية معززة من عناصر شرطة الاحتلال الخاصة. وقالت مصادر محلية ان اقتحامات المتطرفين بدأت صباحا عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتنفذ هذه المجموعات جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك في محاولة لأداء طقوس وشعائر خاصة. في الأثناء ترابط أعداد من المقدسيين في العديد من ساحات المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة. ألقت أزمة انقطاع الوقود التي تفاقمت بشكل كبير في قطاع غزة بظلالها على معظم مناحي الحياة، فتوقفت غالبية المركبات عن العمل وباتت الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود عادة يومية لسكان القطاع. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. انا بتامل انها تفتح الدنيا ويصير الاسره تصير بشكل ويصير الراكب بشكل، ما متفرقش معي انا، المهم ان اعيش حياه كريمه. فقط هذا ما يحلم به عماد، حصه كافيه من السولار باتت تمثل لهذا السائق في قطاع غزه السبيل لتحقيق حياه كريمه وعيشه رغده. حكايه عماد كحال الالاف من سائقي المركبات في قطاع غزه، ممن يهرولون الى محطات الوقود ما ان تعلن عن توزيعها الوقود المصري فيقضي يومه بالكامل، واما ان يكون محظوظا فيجد كمية واما لا فيعود كما جاء. بروح مشوار مشوارين، بنيجي بنصف على الترمبات باقي النهار، بنصف 4-5 ساعات 6 ساعات، انت ونصيبك. ممكن ايش تعبي وايام بتعبيش، فبضطر ثاني يوم يروح برضو صف ثاني على الترمبة. فهي مشكلة ايش السولار. ومنذ فرض الحصار على القطاع ويعتمد اهله على الوقود المصري الذي يصلهم عبر الانفاق،
وبعد إغلاق تلك الأنفاق من الجانب المصري لم يعد أمامهم بديل عن الوقود الإسرائيلي الأغلى ثمنا والأقل جودة. ما فيش حل، في حل بديل هو السولر الإسرائيلي، والسولر الإسرائيلي غالي جدا، غالي جدا، حد ست لتر 6 شيكل ونص، يعني قول مشوار رفح رايح جاي جنوب بده 12 لتر، اضربيها احسبيها انت 12 في 6 ونص معادل 80 شيكل. طب انا نقلت رايح جاي، رايح رفح وجاي رفح من غزة 100 شيكل. وبحسب السلطات الرسمية يحتاج القطاع الى 400 الف لتر من الوقود يوميا، ومع تناقص تلك الكميات توقفت غالبية المركبات عن العمل في الوقت الذي يستعد فيه آلاف الطلبة للالتحاق بجامعاتهم، وهو ما أثر بالسلب على الحالة الاقتصادية للسكان المحاصرين. فإحنا أصلا قبل ما يصير أزمة وإحنا عندنا أصلا ما مشاكل، يعني فيش عندنا دخل وفيش عندنا راتب، يعني إشي كفاية، يعني فيش دخل كفاية. نقص حاد في الوقود إذا تتسع تداعياته لتضرب بأذرعها كافة مناحي الحياة في غزة، أزمة توجه رسالة إلى العالم بأن موتا بالبطيء قد يكون هو المصير القريب للقطاع المحاصر. ومتابعة لآخر التطورات بقطاع غزة المحاصر ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك مراسلنا خالد راضي. خالد، يعني أوضاع إنسانية صعبة في ظل إغلاق المعابر ونقص الوقود والمحروقات، دعنا في صورة المشهد. يعني حقيقة بعد ازدياد الأزمة وتصاعدها لربما ما عادت الكلمات تستطيع وصف ما يمر بسكان قطاع غزة وما ينتظرهم حقيقة من ملامح كارثة إنسانية وصحية وبيئية وعلى جميع المستويات، خاصة بعد النقص الحاد في الوقود بل انعدامه، خاصة وأن الوقود الذي كان يعبر إلى القطاع عن طريق مصر توقف بشكل كامل بعد تدمير الأنفاق، وأصبح المواطن الفلسطيني فقط يعتمد على وجود الوقود الإسرائيلي الذي يدخل بكميات قليلة ويبلغ سعر اللتر الواحد تقريبا ما يعادل 2 دولار. هذا إذا يعني كان محظوظ في المركبة في قطاع غزة بعد انتظاره ليوم كامل ربما أو أكثر من يوم ليعبئ بضعة لترات لا يمكن أن تغطي مشوار أو 2 في النهار، إضافة إلى أنه يعني فعلا بدأ النقص الحاد في الوقود يؤثر على كل مختلف مناحي الحياة في القطاع، ليس فقط على المركبات العامة التي الآن يتزامن انقطاع هذا الوقود مع حركة طلبة المدارس والأطفال والغرف التعليمية المظلمة داخل القطاع. أطفال المدارس، هنالك عدد من الأطفال يعود إلى البيت بعد انتظاره لأكثر من ساعة أو ساعتين لسيارات المدرسة التي تتصل في البيت أن لا وقود، فليبقى الطفل داخل المنزل. نقص الوقود أثر أيضا على المستشفيات وغرف العمليات، أبار المياه الصالحة للشرب ومضخات الصرف الصحي التي بدأت البلديات تعاني من كارثة بيئية نتيجة عدم وجود وقود للاستعمال في هذه المضخات. غرف التعليمية كما قلت مظلمة، سيارات الإسعاف في المستشفيات التي أعلنت عن توقف عدد كبير جدا، أكثر من 80% من سيارات الإسعاف الآن تصطف دون قدرة على التحرك في القطاع. لذلك أعتقد أن الأزمة بدأت تتفاقم بشكل كبير جدا وتركت يعني اثار سلبيه على مختلف مناحي الحياه في قطاع. نعم، شكرا لك خالد راضي مراسلنا من قطاع غزه. قال الجيش المصري انه حقق نتائج مرضيه في عملياته الاخيره في سيناء، مشيرا الى ان هذه العمليات ستستمر حفاظا على الامن القومي. وفي مؤتمر صحفي كشف المتحدث العسكري عن حصيلة عمليات القوات المسلحة في سيناء، مؤكدا ضبط صواريخ مضادة للطائرات والقبض على أكثر من 300 من العناصر التي وصفها بالإرهابية. وأضاف المتحدث أنه تم تدمير أكثر من 150 نفقا على الحدود مع غزة. وفي نبأنا الأخير، قال الرئيس السوداني عمر البشير إن العام المقبل سيشهد نهاية للنزاعات المسلحة في السودان. وخلال اجتماع مع تجمع للشباب قال البشير إن حكومته ستبدأ بأكثر المناطق تضررا من هذه الصراعات. وأعرب البشير عن أمله في أن تحل الانتخابات العامة في العام 2015 والبلاد خالية من الصراعات.
يشار إلى أن 7 ولايات من بين ولايات السودان 17 تشهد صراعات مسلحة، أبرزها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. في ختام نشرتنا نذكر بأهم العناوين. أوباما يؤكد أن الخيار العسكري ضد الأسد قائم، ودمشق تؤكد التزامها بالقرارات الدولية حول الكيميائي. باريس تستضيف اجتماعا أمريكيا بريطانيا حول سوريا بعد ساعات للتحضير لمؤتمر جنيف. أكثر من 140 قتيلا حصيلة تفجيرات الأحد في العراق، والانفلات الأمني سيد الموقف. ختام نشرة الأخبار من قناة المجد، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.